يا بير. أمينة. شفيك؟ عبالي صوتي راح. وأنا مثلك. عبالي ما تسمعني. بس ليه الحين في النحس؟ ليه الحين ما رقتي؟ شبعت. طول النهار رقاد. وانت؟ انا مثلك بس رقدة الليل غير، لها طعمها الخاص حلوة. انا حلوة؟ مشكور، ما قصرت. مو بنتي اللي حلوة. عيل من هي؟ تعرف واحدة غيري؟ من وراي؟ خدمتك بعيوني وبجفوني لين تقول الآه. أحس الآهين تنخر في قليبي. منيتي راحتك ورضاك وما وقفت. أتحمل الويع في الحشة وما وقفت إلا يوم طحت وتآكلت عظامي. وبعد ما وقفت تقوم تخوني؟ أخونك؟ أخونك وأنا مو بقادر أتحرك من مكاني إلا بالحركة البطيئة. ضارب بيرنج أنا. إيه صح، بس الوحدة لازم تفكر في مستقبلها. مستقبلها؟ إيه نعم، أنا وحدة طموحة. حتى لو وصل عمري 70 80 90 100 سنة بحب بفكر في المستقبل. المستقبل؟ عيالنا. عيالنا. أتمنى يزورونا. أكحل عيني بطلتهم. عيالنا هدونا. خلونا بروحنا. وراحة. خاطري أشوفهم قبل لا أموت. توش تفكرين في المستقبل؟ بس أنا بعد مثلك خاطري أشوفهم. شو رايك أحرمهم من الورث؟ عندك ورث؟ لا. تعالي، حتى بيتنا ذي أجار. إيش كثر صار لنا ما دفعنا الأجار؟ وبعدين؟ بعدين الريان هددني وقال لي يا بير. أنا صبرت عليك وايد وللصبر حدود، والبيت محتاج صيانة. الله يخليك، بعد اصبر علي شوي. إيش كثر عاد؟ ولين متى؟ تدري أنا واحد متقاعد. أدري إنك متقاعد، تدري إنك متقاعد. تعال، عيالك وينهم؟ ايش حقه ما يدفعون عنك الاجار؟ عيالي؟ الله كريم، الله كريم. اقولها لكم بصراحة والزعل مرفوض. لك اسبوعين. بتشتكي علينا؟ لا. بتسامحنا؟ لا. بتصبر علينا كم من شهر؟ انا قايل عنك اي ودي من ضل عياويك. بحذفكم برا البيت. انت مرتك اغرافكم وراكم، الحق معاي. لقد احذر من عنده ناس ما تلقى بالعين الحمراء.
باقي لنا اسبوع وبيطردونا برا البيت، يمكن اكثر يمكن اقل ما ادري. وين نروح؟ وين نطق براسنا؟ من يدينا وريحتنا فاحت من صبرنا. من بتحملنا؟ يا ريت العمر يرجع عمر والمكان يرجع مثل ما كان. كان بنولع اصابعنا فنر وبنحرق قلوبنا يمر، بس نضوي لهم المكان وما نتعب، وبنوصيهم يا عيال يا عيال، الله الله في ابوكم وفي امكم اللي توسدوا الوياح علشان راحتكم. وينهم؟ احد لنا نشف ريجي من كلامك وانعصر قليبي. أمينة، أتذكرين هالصورة هذه؟ وإيه يا بدي أتذكرها، صورة أمك الله يرحمها. إيه، حسباني بعد بتقولين أمك. عشت مع أمي قبل لا أخذت وطيحين في جدي، أحلى عيشة. أمك كانت وايد طيبة وأحسن منك. كنت أفقر إخواني وأمي عاشت معاي في نفس البيت، وكنت استانس وايد لما كانت ترياني وانا صغير، حتى يوم كبرت قامت ترياني مثل ما كانت ترياني وانا صغير. بس يوم ضاقني الحال صار من المحال، يوم جفت الماية في عروقي، يوم حسيت ان عودي بدا ينعوي، قلت لها يما الحين الفقيعه على ظهري. على وين يا نظر عيني؟ باطلع مع ربي. احس اني بختلق من حكرة البيت. إيه بس انت عارف ان اخوانك بيوم؟ ادري. لازم نوجبهم. البيت يما ما فيه الا الشحيح وقبضة اليد، مو من طبعنا. هذه الموجود. انا ما ادري ولي على قد الحافي. واخوانك اذا يوني شو اقول لهم؟ الكلام غاب عن البيت مثل ما تغيب شمس الضحى في وسط الغيم. اقول لهم ما سوينا غدا؟ قولي لهم. وين الغلط؟ انا معاشي ما يزيد ونزيت في الكيلة غرقت. الله كريم. الله كريم ما قلنا شيء. بس عاد لازم يحسون فيني. عيالك يدشون بيتي ويدهم خالية، عمرهم تمدوا بصحة وحتى سلوقة، هذا اللي ياكلون ويمشون يدهم بالطوفة. حاسة فيك، حاسة فيك من فزة عينك قبل ما تقول. بس هم طزوا عيني، هم عارفين ان انا في وسط غبة مو قادر اسبح، عارفين ان البيزة تنقص من يدي وما تقدر. لو كان عندي الجود كان مديت يدي بالموجود. اخوانك لهم وعليهم. لا تدافعين عنهم، العيب راكبهم من ساسهم لراسهم. البيزات تناثر في يدهم وبيوتهم ارفع من بيتي، عمرهم ما فكروا في اخوهم. وحتى انت ولا تزعلين مني، انت دائما معاهم ضدي. انتي مو عادلة. ظالمة.
من البيت واروح عند واحد منهم يوهر ولا عبد الله؟ ها؟ ايه؟ لا حشم ما طلعتي من البيت، انت الخير والبركه. اتمنى الحكي طالع من قلبك. من قلبي عيال روح ولا ترجع البيت يدك خاليه، واسمع الحكي يا يمه ولا تنفر، لا تصير عوي. ودرب العيون مو دربنا. انا مو بعوي ولا انا مسؤول عنهم. انا عزمت اتصدى لهم بالواحد وبقول لهم انتم ما تحسون ما تستحون على وجوهكم، كل يومين طقين الوجه انتم عيالكم تاكلون الخضر واليابس تنهدم تيبوا شيء. ان شاء الله لو نصيحه مو لي انا حق امكم. عيشتون على بساط الفقر والخير من فاكم، لا بارك الله فيكم ولا في عيالكم. لا يا يما لا، لا تقول كذي عن اخوانك وعيالهم. بقول وبزيد من اليوم وساير، اي واحد من عيالك يدش بيتي ويخرب شيء لازم يصالحه، مو بيقول فدوى عن عيالي ليكون انا اشتغل عندهم اصلح كل شيء يخربونه. واحد ذركم اي واحد يدش بيتي ويد خاليه بقول له اقلب وجهك اطلع برا انت وعيالك. لا يا يما لا، ارجع لعملك لا يلعب فيك الشيطان. مو على كيفك. إذا مو عاجبك لحقيه طلعي برا. خلاص ما ابي احد يدش بيتي، انا بطلع وبرجع اتمنى ما اشوف. سلست الحين برد قلبك بفعلتك الشينة؟ عبالك عاقبت اخوانك؟ لا، انت عاقبت امك، طلعت عنها وهي محترقة، كسرتها يعني الاكل. ما عليك من هالكلام، اللي سويته هو صح، كان مفروض من زمان تتخذ هالقرار. اخوانك يستغلون طيبتك، يمصون دمك وانت حي، هما يرفعون بيوتهم ويجمعون فلوس وانت قاعد على الحديده. اخوانك لا فكروا فيك ولا عمرهم راح يفكرون فيك. لا 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 يا ابر، لا لا، هذول مو اخوانك، تربيه ابوك الله يرحمه. ولا نسيت، هما بس محتاجين مني وعيهم. وبعدين عيب التحكي على الفلوس، انت اكبر من كذي. ساعتك اللي في يدك بيعها واجبر خاطر امك. الفرحه اللي تزرعها في بيتكم مو فرحه اخوانك، لا، فرحه امك باخوانك وانت سببها. المفروض تستانس لما يزورونك، مو بتبي الفكيه منهم. والخوف بعد انك تبي الفكيه من امك. ها؟ لا 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 لا، بلا تبي الفكيه من امك، تبي تقطع على واحد من اخوانك، تتظاهر بحب امك وانت تتمنى موتها اليوم قبل باكر. لا لا، انا مو بحيل، بس الفلوس قاصرتني. فلوس تكسر من يدك، تطرد امك من البيت. ارجع لها، ارجع لها وحب يدها وريلها، ارجع لها. لا لا لا، اذا زعلت منك او غضبت عليك الله ما بيوفقك لا في دنياك ولا في اخرتك. ارجع لها، ارجع لها. لا لا، ارجع لها، ارجع لها وحب يدها وريلها.
شيء تسوي في حاجة. يما يما والدمع قدام عيوني يما أنا رجعت وراسي في الأرض يما أنا جيت يما فوت ما ينفع الصوت طلعت امي من البيت ما رجعت طلعت وما قالت لاخواني ما قالت سامحا فينا عيالنا حاسة بغضب رب العالمين فينا والسبة أنت أنا تصرفت بحسن نية طل في وجهك تطرد أمك من البيت وتقول تصرفت بحسن نية اللعنة معششة في هالبيت شوف حالنا وانك ادري بس انا اصغر منكم شلون تعين اصغر مني وما تغيرتم وين الزمن عنكم فكر وتذكر احنا جايين عشان نسلم عليك ما ابغاكم في طلاتكم انتوا ظلمتوني بكتوا الابره من حلجي وما شكرتم وانت قاطعتنا نار تاكلكم ما حد ذبح امي غيركم انت السبب أنت اللي طردتها من البيت والبيت مو بيتك بيتي بيت العائلة تعرف ليش احنا قصرنا في حقك تعرف ليش كنا ما نعطيك حتى الشحيح تعرف ليش كنا ناكل مع عيالنا من خير
ومشتنا في الطوفة لعبكم ظلام يا بسين بخلط. لا كنا نجمع لك البيت عشان نبني لك بيتك الجديد وعلى السيف وتقعد في أمنا. أم اللي حابة تقعد وياك وخايفة عليك لأنك ما تعرف تدبر نفسك. أنا أحسن واحد فيكم يدبر نفسه وكان عندكم كنت تبنوا لي بيت على السيف كذب. اليوم اللي طرتها فيه كنا بنخبرك عن أحلى خبر لكنك ما تستاهله. طلعوا بره بره نذر وبتم طول عمرك نذر. انت حتى حسافة فيك زوجتك الطيبة صج ما تستاهلها. طلعوا بره بره طلعوا بره. لا بر أمي غضبانة عليك ليوم القيامة. برا 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 برا. تعبت من الشيطان صل على النبي. شفتيهم بس حسافة ما لحقت عليهم. تعال من انت حكي عن اخواني عبودي وهرو. يا بر ترى ما حد كان قدامك. أمينة شفيك ليكون خرفتي. أنت اللي خرفت. وبعدين وياك أمون. أمون في عينك. أمينة بنت البنبرة والكوبة. يا بر انت خرفت وصار لك نص ساعة حاجي الهوى. تبين الحين حط حظيتي فيك. ان جربت كسرت راسك. لا انا كنت اتغشمر وياك. عبالي بعد. امينة اتذكرين هالصوره هاي؟ تذكرينها؟ ما بشوفها. يا ولا بدي احاكيك اصلا انا. ليش؟ ليش؟ حربتك محاربتك. ليش عمود دعك ليش؟ محاربتك انا يا ابو. ما سويت شيء. قاعد تصارخ عليك. ما صارخت انا على صوتي ما صارخ. ما حاكيك ما حاكيك. لا لا لا. بعلم عليك امي. امك لا امك لا. بلى وباقول حق ابوي يتقف. الله يقطع سؤالك يا أميني. لا يبا سامحيني سامحيني. ايش يبا؟ ايش فيه؟ لانك ما عرفت تربين عيالك. لميتهم من بدلشتي وما قصرت. واحدة عمرها فوق 80 سنة عيالها واحفادها ما يدرون عنها. ظنيت بيتك الحين ملفى لعيالك واحفادك. الكل فزرج
يخدمك بعيونه الثنتين. عيالي هجروني من افعالك الشينه. لا يبا، افعالي عمرها ما كانت شينه مع عيالي. انت اللي كنت قاسي عليهم لمصلحتهم. جيت يا ربيهم واسويهم ريايل يمشي على زنجوم التيس، لكن دلالك ليونتج هذه نتيجتها. فرقتي بين عيالك، قسيتي على سالم وعلي، عطيتي الخيط والمخيط، وفي النهاية عيالكم اثنينهم مصوا دمكم ورفسوكم عظم. كلامك مبعجل ويعور القلب. حتى لو تركونا وهجرونا، حتى لو رفسونا وما رحمونا، نفديهم برواحنا ومسامحينهم ليوم القيامة. بس نشوفهم والبشارة يا من يكحل عيني بطلتهم. أمينة أمينة، شو فيك شباب؟ شو فيك صرخي من قمة راسك؟ حسن ما شاء. لا تقول لي إنك ما شفت أبوي. أبوك كان حاضر قدامي وعور قلبي وانت كنت تشوف. انا ما شفت لينونك. انت المينون، بس انا شفت ابوي قدامي. يتراوالك مثل ما كان يتراوالي. يا بن تتذكر هالصوره؟ لا يا بن، شوف الصورة عاد تذكر؟ لا ما تذكر. يابر صورة زواجنا أحلى ذكرى. شوف أوه ما تذكر ما تذكر. خلاص يابا عورت راسي. يابر أحذرك تحمل ترفع صوتك عليه. أنت تعرف أبوي من يكون. علي علي أبوك ألا مات مينون. استح على وجهك يا جليل الحياة. أبوي أحسن من أبوك اللي مات مسجون. أمون ترى يصرفني أطلقك وأطردك برا البيت. بتطلقني؟ إيه. عقب 50 سنة عشتها معاك في الحلوة والمرة، تبي تطردني وتطلقني وأنا ما أقدر أشيل روحي؟ شلون؟ وين أروح؟ والبيبان مسكوكة في وجهي. هانت عليك عشرة العمر، زمان الطيب، نسيت عيني اللي تفس حواليك أفرشها ورد محمدي وياسمين.
جابر، قبل لا تقول الآه أفزلك، وقبل لا تطيح الدمعة من عيني تمسحها وتدفنها. أمينة، خلاص انسى اسمي. ينقص لساني إذا طردتك أو فكرت أطلقك. توك تقول أنا بلياك ما سوى شيء، أنا بدونك طير مكسور لناح. يابر توك كنت تقول هذي الخرف وما يسوي الله يهداك. يعني بس أنا ما لومك، أنا ما لومك، لأن أنا بعد مثلك، بس الفرق بيني وبينك إن أنا أخرف السنة مرة واحدة، وأنتي ما شاء الله تبارك الله يعني في اليوم 10 مرات. اسمع لي، شو تسوي؟ تدرين عاد؟ شنو؟ ابتسامتك للحين حلوة. وين؟ خلاص ذبلت مثل ما تذبل الرطبة في النخلة. أمينة، من بيموت قبل الثاني، أنا ولا أنت؟ العلم عند الله، بس يعل يومي قبل يومك. تحبيني أمينة حتى وانت مخمخة؟ أحبك يا المخمخ. أمينة، أنت تذكرين هالصورة هذه؟ إيه يابا أتذكرها. يمكن نقعد على الغداء أنا وانتي والعيال. أيام حلوة ما تنسي. العيال نسوها ونسونا. يابر تذكر يوم فنشت من شغلك؟ غصب علي فنشت، المدير حاط دوبه ودوبي على الدقيقه يحاسبني، واي مشكله تصير في الشغل يقطع فوق راسي. هذيك اجرك وتستاهل اللي ياك، لانك ما تسمع الحكي. اكثر مبادئك نفعل اكثر من مره اقدم لك افكار تزيد من الانتاجيه. لا تقول بعد ابوك افكارك. يا ريتك بقتها ونسبتها حق نفسك لمصلحة العمل وأنا قابل. مشكلة إنه ما يهمك الإنتاج، ما يهمونك الموظفين، ما يحركون فيك ساكن، مصلحتك فوق كل شيء. دست على ظهورنا علشان توصل ووصلت. وصلت عقب ما مصيت دمي ودم غيري. اللي مثلك حرام يعيش من بيننا. السجن مكانك الحقيقي، أطلع. أتحداك تفنشني. كان غيرك أشطر. أنت مهمل في شغلك، ترفض أوامر مسؤولك المباشر، ومتسيب وكله متأخر. لا ومرتشي بعد، وانا عندي شهود على كلامي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. لكن يمهل ولا يؤمن، يمهل ولا يؤمن. قالوها اللي قبلك ومصيرهم
أخذت منك. يدك غاصت في الفساد، ما ردك بتنكشف. أطلع برا. بطلع. أطلع مشقوق مخباي. ولا أطلع وأنا ظالم الناس وبايق اللقمة من حالهم. اللي مثلك ما يحبون ديرتهم، يحبون مصلحتهم وبس. حف وبراع. وقف. وقف يا نجم. وقف. 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 تميت سنة مسجون. وثلاث سنوات من غير شغل. تمينا من غير فلوس. وخذنا قرض. وعقب القرض قرض ثاني. ويوم هيعنا شوي سددنا القرضين، لكن خذنا قرض ثالث دبل على القروض، وزادت الديون، وزادت معاها الهموم. بس احلى شيء يا بر اني ما حسست عيالنا انك مسجون. ايش قلتي لهم؟ قلت لهم مسافر جزر القمر يحضر للدكتوراه. خليهم ياكلون لين يشبعون، نسوي روحنا ناكل وياهم واحنا ميتين. يروح المهم هما، وعقب ما ياكلون ويشبعون ويقومون ناكل انا وانت. لا انا ما كنت اكل وياهم، كنت أسوي روحي أكل وياك. تدري أنا يكفيني الخبز اليابس. الله. وعلمناهم وكبرناهم وعرسناهم وضحينا بكل صغيرة وكبيرة علشان راحتهم. وهذه متعتنا في الحياة. بس وينهم؟ عفي عليك قلب، شهور ولا يمكن سنين ما زارونا. ضاعت الحسبة عندنا. خاطري أشوفهم أسلم عليهم، وانا خاطري اقول لهم سامحونا اذا احنا غلطنا في حقكم. اني ليه تذكرين الصوره هذه؟ هذه ايه يا بر اتذكرها. هذه يوم كنا يهال صغار في الفريج نلعب بكل براءة وحب. إيه كنا نتسابق بالركيب. إيه صح، من أول الفريج للأخير. إيه كنت أغلبك. يا طالع ذي أنا اللي كنت أغلبك. يا كنت أعطيك فكشة بيتين ويشطهاف. يا برش فيك ما تتذكر، حتى صبيان الفريج يعايرونك يقولون لك أفا عليك تغلبك بنية. ها
يلا خلنا نسويها من أول الحجرة. ليه أخذ من أول الحجرة؟ إيه ليه أخرها؟ يلا قوم يلا بقلبك عاد. عيد قلبيني بلاي يلا فهوة هذا الميدان يا حميدان. يلا يلا أوقف مكانك. يلا أوقف وأنا بعد. وين بعد تروحين بعد خلاص. بس مني. مني إيه. مستعد؟ إيه جاهز أنا من زمان. يلا. واحد. إيه. اثنين. ثلاثة. هو المفتاح. لا لا يا بر لا، هذه واحد نحيس ولا بيرضى. بيرضى بيرضى وغصب عليه بيرضى. بيرضى. وصلاه علي وسالم وصلاه 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 عودك بخورك ما 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 إن شاء الله يا بر اصبر شوي اصبر خلي ينطرون. ما ينطرون بعد. لا لا إذا خلوا يدشون. حياتي انتهى الانذار ويا وقت التنفيذ لكم 10 دقائق. الله يخليك الله يخليك اسمعني ولا تقاطعنا. الله يخليك واللي سلمك اسمعني. بس
لا حول ولا قوة إلا بالله. ما بنفتك منهم لا حيين ولا ميتين. المهم لا تقول حق أحد عن اللي صار. ما عندي استعداد أسمع كلام الناس. لا تحاتي. احنا ما بنخبر أحد عن اللي صار. وأنا بخلص الإجراءات من غير ما حد يدري. يلا مشينا. علي ما تحس ان ريحتهم طيبه؟ ذكروني بطفولتي. أحب الريحة.